أحمد، كان هناك حديث لبيني جانتس عن أن إسرائيل أو الاحتلال يمر بأصعب أيامه في هذه الفترة، وبأنهم يدرسون الحلول البرية فيما يتعلق بعمليات التوغل، بالإضافة إلى إعلان للجيش الإسرائيلي عن ارتفاع عدد قتلاه. صحيح سهام، أبدأ بإعلان الجيش الإسرائيلي عن الإعلان عن مقتل جندي إضافي في قطاع غزة، بالإضافة إلى القول أن المستوطن الذي قتل في الضفة الغربية اليوم هو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي. عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء الاجتياح البري 19 جنديا إسرائيليا، بالإضافة إلى مقتل جندي في الضفة الغربية وإلى مقتل جندي على الأقل على الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى مئات قتلوا في عملية طوفان الأقصى. اللافت أيضا هو حديث صحيفة نيويورك تايمز منذ قليل عن أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارته غدا إلى إسرائيل سيحث إسرائيل على ما تسمى في الولايات المتحدة وقف مؤقت أو وقف إنساني لحربها على قطاع غزة، بمعنى أنها لا نتحدث نحن عن وقف لإطلاق نار، إنما نتحدث عن وقف هجمات إسرائيلية مؤقت حتى يتاح للأسرى الخروج من أماكن أسرهم. هذا أولا، ثانيا من أجل الإتاحة للمدنيين التنقل من منطقة لأخرى. من غير الواضح كيف ستستجيب إسرائيل لهذه الضغوط.